حرصت الدولة المصرية على دعم وتمكين الشباب بخطط استراتيجية طموحة، حرصاً منها على إنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية، وأيضاً إعداد الكوادر والقادة لتمكين الشباب. أدعوكم السادة الحضور لحضور هذا الفيلم عن مجهودات جمهورية مصر العربية في دعم وتمكين الشباب، وأيضاً دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم المبدعين والمبتكرين. We are the future. إحنا القوة بفكرنا. With our creativity. عندنا طاقة نغير فيها شكل العالم. We are 25% of the world's population. من 54 دولة. De la région africaine. والعربية. الآسيوية. وأمريكا اللاتينية. ثقافتنا مختلفة. لهجتنا ولغتنا. Our culture and civilization. لكن العالم الإسلامي مجمعنا. Knowledge and culture are our language. هي قوتنا. باش نخلي العالم كان أحسن. Pour nous et pour les autres. اليوم وفي المستقبل. إحنا. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ICESCO. رئاسة المؤتمر العام لمنظمة ICESCO شرف لأي بلد، ومصر كان ليها الشرف إنها تستلم رئاسة المؤتمر العام في دورته الـ 14. L'Égypte a toujours été au cœur du monde islamique et nous sommes toujours en contact. Nous nous unissons pour développer des idées, l'innovation en tant que concept et sa valeur cognitive. L'économie repose sur la connaissance. في مصر عندنا رؤية قوية للتعليم العالي، رؤية مبنية على سبع مبادئ بتشكل معالم الاستراتيجية اللي ماشيين عليها. سبع مبادئ بتحول مؤسسات تعليمية لمؤسسات ابتكارية عن طريق التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل للمشاركة الفعالة، الاستدامة والمرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال. كوننا في العالم الإسلامي، الابتكار هو الوسيلة ديالنا باش نتعاونوا مع بعض. In order to face global challenges, we need to support each other. العالم الإسلامي فيه كثير مواهب، ونقدر نحول المواهب والتعليم لقدرات اقتصادية لدول العالم الإسلامي، وندعم الثقافات وتطبيقات الذكاء الصناعي. أعتقد أن كل دولة أعضاء بتشاركنا نفس رؤيتنا. It is our collective responsibility to build cohesive and inclusive societies and shape a better, just and peaceful world. Study in Egypt and educational tourism is encouraging for enhancing knowledge. أن يكون في بيئة تعليمية مناسبة زي EG8 و Egypt Wow، المشاركة والمؤتمرات والتبادل الثقافي زي أن مصر تستضيف دول العالم النهاردة، كل ده بيحصل عشان دايماً يبقى فيه شراكة وارتقاء ونتائج تفيد كل الدول الأعضاء. الرؤية ممتدة وبتوصل لكل دول الأعضاء وبتعبر عن احتياجاتها زي دور المرأة وتمكينها. زي ما كان في عام للمرأة، النهاردة في عام الشباب. ده بيعكس دور الدولة ورؤيتها لقوة الشباب ودورهم انهم يقدروا يساعدوا ويحسنوا ويطوروا في شكل اقتصاد كل بلاد العالم الاسلامي. من هنا كانت مبادره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاق مشروع مبادره صندوق يستهدف دعم الموهوبين في العالم الاسلامي واستدامه منح الشباب. تبادل الثقافات بين شباب العالم الاسلامي والتبادل المعرفي بين الجامعات والمنتديات والمؤتمرات لكل الدول الاعضاء بتخلينا نشوف المستقبل بصوره اوضح ونكون مستعدين لمواجهه كافه التحديات. بتعظيم دور الثقافة والمعرفة والتعليم في العالم الإسلامي وبعون الله سنكون أقوى ونصل إلى أعلى درجات التميز والريادة. إحنا قوة كبيرة. قوة تقدر تغير. Improvement and development. قوة مصدرها الأساسي. الإدوكاسيون. العلوم والتقنية. Social and human sciences. الثقافة. We are the youth of Islamic world. Nous sommes la jeunesse du monde islamique. إحنا. شباب العالم الإسلامي. 100 فرصة تعليم في جامعاتنا. للمواهب من العالم اللي احنا من الدول اللي احنا بنتكلم عليها. طب في اكتر من كده ممكن نعمل؟ ممكن لو احنا جهودنا تضافرت في صندوق للتعليم يبقى فيه مليارات الدولارات يعني يعلم الموهوبين لان هم اللي هيبقوا قاطرات لشعوبنا ولبلادنا.